السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة هنعمل تحدي قوي ضد محمود وسحر. مش معنى ان هم جابوا النص مليون ان احنا ما نتحدهمش، لا. مفكرين ان هم كده خلاص جابوا النص مليون صنعوا ابطال جديدة؟ لا، مدام حسن موجود في التحدي ده يعني حدث ولا حرج يا باشا، محدش يخش قصادي. بص انا جايب لهم النهارده الصينيه الكبيره وهنحط عليها الاكل كله. تعالى يا وزان، ان شاء الله باذن الله تعالى الوليمه كبيره ان شاء الله. هوريكم النهارده التحدي بتاعنا على ايه، وهتلاقوا زيه بالظبط عند محمود وصحر. طبعا هناك اللي بيتحدانا مين برضو مش قليلين. الله اكبر، الحاج باتنين بتلاته، الحاجه باتنين بتلاته، وصحر ومحمود الله اكبر عليهم. احنا هنحط الاكل كله هنا على الصينية دي علشان عايزين كمية الاكل تبقى جبارة. انزل يا ابو زياد. عايز اقول لكم كمان ان فكرة الاكل الجاهز دي فكرة حسن، قال لي ادام هخش معاكي في التحدي يبقى لازم الاكل جاهز علشان يضمن ان انا ايه هكسبه زي المرة اللي فت لما كسبت محمد حوراوي. بص يا جماعة، دي فرخة. طبعا الفرخة بسم الله ما شاء الله كبيرة، احنا جايبنا اكبر حاجة لقيناها عند الراجل. طبعا مقسومة نصين اهو. خد يا زوز، يلا يا زياد شيل ورانا يا باشا. لعلع حماس انجز وعلى كمية المنبار. ما شاء الله. بصوا بقى المنبار بقى، طبعا الحاجات دي جاهزة من برة كلها، فاحنا دلوقتي هناكل وهنقول هل البيت الاحلى ولا بتاع برة احلى. ربنا يستر وهيكون بتاع برة. هنقول اللي انا ده المنبار فانا هاكله كده كده. والله يا ابني ده احنا لما المزاج بيكون رايق بنعمل احلى اكل ولا اجدح حشيف من برة ولا من المطاعم اللي برة دي. طبعا كده معانا ايه، قلنا نصين فراخ وطبقين ممبار. لسه شويه. دي بقى احنا ما شاء الله لقينا شيف بيعملها ونصحنا بيها. دي كده حاجه فيها ايه، محشي ولحمه ورز بسمتي والحلو كله وبسله وحاجات كده. هي جديده بصراحه، اول مره تجربها. ابو زياد من ساعه ما شافها بيقول دي اسمها قنبله. قنبله يعني ايه قنبله؟ سلام عليك يا معالي، ايه رايك؟ ايوه قسي مش جيني كده. ايوه احنا عايزين الاكل كده يبقى قدام مننا كله، يفتح نفسنا كده وننزل عليه بقى ما شاء الله. دي شوربه لسه في تقيل. ايه خلص وده المندي. طبعا ام زياد قالت انا بحب المندي وهاتوا مندي وهناكل مندي وهيبقى تحدي جامد مع المندي. بس مندي باللحمه. ايوه مندي باللحمه. ايوه يعني بعرفهم ان هو باللحمه، مش هي قنبله باللحمه والمندي باللحمه. فكده احنا بقى جاهزين يا باشا، هنبتدي نجهز السفرة بتاعتنا ونحط الكراسي ونبتدي ناكل. نبتدي ناكل عشان التحدي ما شاء الله. بصوا الكمية دي ايه، ومحمود وصحر والحج والحجة هناك معهم نفس الكمية دي بالظبط، وحس احنا ابطال. ان شاء الله نقدر ناكلها كمية الرز ان شاء الله. كتير. زياد ركز. خافش. ركز، احنا اخترناك وسيبنا نيرة. نيرة اقوى منها، انت راجل. ماشي نيرة لسه فافي. يلا بقى ايه، هنجهز السلطات دي ونملى السفرة بتاعتنا عشان ما يبقاش ناقصنا اي حاجة. والشرب اهي. دلوقتي احنا هنبدا التحدي، وزي ما انتم شايفين الكميه بتاعتنا. ادعوا لنا بقى واكتبوا لنا في الكومنتات ان احنا ان شاء الله فريقه وهنكسب. دي مجرد شوربه بس احنا حاطينها للي محتاج، لكن دي مش تبع التحدي. لا مش تبع التحدي. التحدي على الفراخ والممبار والرز واللحمه والحاجات الاكل اللي هنا كلها. اللي في قلب الصينيه هو اللي في تبع التحدي بالزبط. لكن الشوربه لا. يلا هجدع ناس عايزين نوصل نص مليون عشان نعمل حفله كبيره ان شاء الله، والعيله كلها تتجمع ونعمل احلى حفله. نحط خط. يلا ندخل في لب الموضوع. ايوه احنا دلوقتي ايه اصعب حاجه معانا هنا؟ الممبار والرز. الممبار والرز. الله اكبر، الله الكل في بقه واقع الممبار والرز. يبقى احنا نخش على الممبار والرز. حلو. يلا من هنا يبدا السبوتش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا هركن دي عشان انا مش هاكل منها. ايوه شدوا حيلكم يا شباب. لا اكبر يا زياد. عاش يا رجال. لذيذه. مش عايزين نغير الخط، خشوا زي ما انتم عايزين في الحاجات الايه ماشي. يلا انا مع اني زوران بس اللي هو انا مش عايز اشرب حاجه عشان ما تعطلنيش. عرفت اكل رزه اجمع الممبار. قال بس الرز الاول. ده مش اكل جامد ده ولا بتاع البيت اسجد. ده لوقت وده لوقت. ده لوقت وده لوقت. والله العظيم يا حسن انا لو حطيت حاجه في دماغي، ده لو حطيت يعني حاجه في دماغي لا بتعملها والله بعملها برضه. وبتبقى جميله جدا وبتبقى حلو. واذا كان الاكل اللي احنا بنجيبه من بره بيبقى حلو او احنا بنحس ان هو احلى، فهو ده عشان رزقهم لازم ربنا يحلي بقنا علشان هم يسترزقوا منه. لكن مش معنى كده ان اكل البيت بيبقى وحش، لا اكل البيت بيبقى حلو ونظيف وبيتعمل كمان بحب، لان انت بتبقى بتعمله عن حب عشان الناس اللي هتاكله انت بتحبه. ايه ده يا زوز؟ ايه ده شويه مش
لا ده انا بجهز بس عشان لو حاجه على طول لو قرط يبقى بق عشان ايه ما تشبعش. على فكره المنبر بقى تقيل اتقل من الرز في الدقه المنبر احسن. انا بقول كده قلت لكم المنبر الاول. يلا طب انا عندي فكره حلوه ابداوا المنبر ونبدا باللحم ايه رايكم؟ اي حاجه كل اللي انت عايزه. المهم السنه دي تخلص حسن دخل معايا وتشجع علشان هكسبه مش عايزين نغزله. ماشي ما كانش مصدق نفسه لما عاقبت محمد قال لي اخيرا كسبتي وعاقبتينا. الله لحم اداني دي روعه من قبل ما اخش الابطال. عاش عاش عاش. لا الاكل بصراحه جامد. يلا ايه في حاجه كده بتنقص من على السفره يا ترى هما هناك وصلوا لحد فين؟ بدأوا بإيه؟ بص 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 ناكل احنا ونشهد بسرعة 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 عشان ايه ممكن يبقى في فرق في الوقت. ممكن احنا نخلص وما يخلصش مش يبقى في فرق في الوقت. فاحنا عايزين ننجز عشان نبقى ايه نكسب باكتساح. انا عايز اكسب باكتساح مش عايز اكسب على الحروق. فيا ريت تساعدوني على كده. الله عليك بس انت بتشرب بيبسي كتير. مش عايزك تشرب بيبسي كتير يا زياد. انا محتاج بق مية هيظبط معايا. احسن ابو علي احسن. يلا ابو زياد الله اكبر المنبر خلص اهو قدام بقى ما شغال فيهم. يلا يا ولاد شدوا حقكم شويه عايزين نكسب بجداره. شدوا حقكم يا شباب. على فكره خلاص هانت جه مش هحل. يا مستحيل يا رب. يلا انا هخلص على الفاكهه اللي قدامي على ما اخلصها بقى مش عايز الاقي حاجه على الصينيه. انا هخلص على كام سبعه من بره قدامي دول. بس بعتهم لي. خش يا زياد على اللحمة. الرز بتاع الحكاية. لا تحفة. عايز الأكل ينزل. في الزهر. هاي بزياد. هانت هيك. مشكلة إن هم هناك. عارفة لو كانوا بره هنا كان سامعهم 70 صوتي. لازم نكسب علشان هم هناك ان شاء الله اقوى من هنا. هم اربعة جول. قول ان شاء الله. سحر ما شاء الله عليها جامدة في التحديات وابوك وامك ومحمود يعني ما اقولكش. ايه يلا هانت. لا شيل خلطة الفراخ دي عشان ما تكترناش الاكل. دي الخلطة اللي على الفراخ البصل والخضار مش عايزينها دلوقتي. يلا هو هاد شوية الرز دول. شدي شويه معانا انت ما كنتش كده قبل التحدي. لا انا باكل جامد حتى هما يكتبوا لك في التعليقات يقولوا لك باكل يا جماعه ولا لا. اوعى تسالني يا حسن انا باكل. انا من ساعه ما جيت عندكم اصلا وانا معدتي وسط وبقيت اكل. هتستعبط عشان الاول كنت موفره لك ما كنتش باكل كتير. لا مش عايزك توفري دلوقتي بس ده. لا وعدك الايام الجايه هنكسب ان شاء الله ما تقلقوش. كل جمهوريه ام زياد وجيش ام زياد القوي جدا 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 ما يقلقش. يلا يا حسن كمل بيت الفراخ واحنا هنكمل الرز اهو. انا معايا حته فرخه حلوه اهي هخلصها. انا عايزه فعل يا جماعه انا مش عايزه كلام. يلا يا زوز شد حيلك شويه. لا انت راح بتفرجني. لا شد حيلك. تخيل ان انت في صحراء وقدامك الاكل ده وبكره هتموت من الجوع. هدوس واكل عشان اكسب. اعمل مخزون بقى وانت اعمل مخزون عشان انت هتبقى معاه في الصحراء. هاخد بالاسباب وهاكل واعمل غزل لبكره. بالظبط كده. احنا اعتبر خلصنا. انت فكرتني بالراجل اللي بيقول له ايه هيقابلك اسد ميت من جوه هتعمل معاه ايه؟ ميت من جوه. يلا معلش. هجيب لك حاجه حلوه لو اكلت خلاص. التحدي ده الدقيقه بتفرق والثانيه بتفرق. ممكن نخسر بسبب ثانيه. عارف عيب الحبه الاخر دول ايه؟ ان الاكل بارد واحنا بناكل. انا ما بعرفش اكل الاكل وهو بارد. لا في ناس ما بتفرقش معاها. المنبار تبعك. اها يلا. انا مخلص على المنبار. يلا اقلبي دي بسرعه. مش عايز اشوفها. لا مش عارف ابدا عشان حاجه بتضيعك الاكل بارد. بس هو هيبقى صعب. كان سخن وجميل في الاول. لا صعب كميه كبيره جدا. يعني انا مثلا كل ما بعمل تحدي بحس ان معدتي بتوسع في التحدي اللي بعد التحدي اكتر من التحدي اللي قبل التحدي. ايوه ويأكل يا خارجي عليك يا محمد هزغل فلوس قد كده بسبب الاكل اللي انا هاكله بعد كده. معدتي وزعت خلاص. ستوب لسه في حته اللحمه كليها بسرعه. كده خلاص صح؟ الحمد لله؟ الحمد لله. نفضنا الصينيه. طبعا كده اسلوب يا جماعه احنا نفضنا الصينيه وكله تمام وشوفوا بقى مين اللي هيبقى كسبان. مش قادره تتكلم يا عيني. مش مركزه.
فهناك في التحدي هيكون ساحر ومحمود وابويا وامي الاربعه هناك في التحدي. روحوا شوفوا الفيديو هناك عندهم وشوفوا هم خلصوا في وقت قد ايه او انسحبوا ولا لا اصلا يعني كانوا او فاضل منهم كميات ولا لا. هتشوفوا احنا هنا كنا في قد ايه وبرضه هتشوفوا هناك هم كانوا في قد ايه واختاروا لنا عقاب حلو بقى عقاب للفريق الخسران ان شاء الله. ومزاد اللي هتكسب هي وفريقها. ومع السلامه وفي رعايه الله واشوفكم في فيديو جديد وبحبكم في الليل.